لو انت مكان حسام عاشور هتوافق على الاعتزال؟ هتوافق على الاعتزال مع ان حسام عاشور يعني عشان ما نظلمش الراجل قدامه اللي هو يلعب 3 سنين يعني سنتين او 3 سنين ولكن مسير يعني حسام عاشور يعني يعني مش هنقارنه زيه زي بقيه اللعيبه لا انت عملت تاريخ كبير عملت كارير كبير جوه النادي الاهلي حققت بطولات كل الناس دايما فاكراك بالخير جماهير النادي الاهلي عمرها ما بتنسى ابنائها فلو حسام عاشور رساله منه لي لا يعتزل في النادي الاهلي والناس عمرها ما هتنسى حسام عاشور ومش حابب اللي هو يروح نادي تاني ممكن وده حقه على فكره يعني ده حقه ممكن يروح ممكن يجي له مبلغ كويس في اي نادي تاني ممكن يروح انا مش بقول لك لا بس انت لا لو انا مكانه انا هعتزل في النادي الاهلي احمد فتحي بص يعني كابتن احمد فتحي من الناس المحترمه ومن الناس اللي انا بحبها جدا وعلاقتي بيها كويسه جدا انا زعلت يعني زعلت اللي احنا كنا احمد فتحي كنا معتبرينه من اخلاصه وحبه للنادي الاهلي وكل الجهد اللي كان بيعمله احنا كنا ده كان ابني من ابناء النادي الاهلي ولكن احنا انا واحد اهلاوي زعلت بصراحه ولكن اتمنى له التوفيق بصراحه عشان ما شفناش منه حاجه وحشه بصراحه. نعرف المؤمن زكريا قريب منك جدا يعني طمنا عليه الفتره الاخيره. مؤمن لا احسن دلوقتي الحمد لله وربنا يشفيه ويعافيه يا رب في الايام المفترجه دي ويشفي كل مريض وان شاء الله مؤمن بيتحسن وهيرجع ان شاء الله احسن من الاول باذنك يا رب.